في كتير ناس بتنزعج كل ما فتحت تطبيق الابل ستور وتنزل اي تطبيق بيعطيها انه لازم تدخل كلمة السر. هايدي اذا كان عندك تليفون واحد وابل ستور واحد ما في مشكلة، فيك تلغي انه يعطيك كلمة السر كل ما فتت على اي تطبيق بدك تنزله. بس انا بنصح اذا كان عندك اكتر من تليفون وحاطت عليه الاي كلاود ان كان لابنك ولا لك، لا خلي كلمة السر حتى ما ابنك ينزل اي لعبة بده اياها وانت ما بكون داري بالموضوع. عشان هيك انت حتى تلغي الدخول كلمة السر كل ما تنزل تطبيق كل عليك بتروح على الاعدادات على السيتينجز، بتفوت على بصمة الوجه ورمز الدخول، بتحط كلمة السر لتليفونك، بتفوت على الابل ستور اند اي تيونز، هي بتطفيها عشان ما ياخد بصمة وجهك انت كل ما تنزل. ترجع بتروح على الاعدادات على السيتينجز، بتفوت على الاسم، بتفوت على الوسائط والمشتريات، بتفوت اعدادات كلمة السر، ويلزم ادخال كلمة السر، هي بتطفيها وبتحط طلب كلمة السر دائما بهالطريقة. هيك كل انت ما نزلت تطبيق معين ما عادش بيطلب منك باسورد للاي كلاود تبعك الخاص فيك. جربوها واعطوني رأيكم فيها، واي شخص عنده مشكلة بتليفونه الايفون يكتب لي بالتعليقات وان شاء الله باسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحل له مشكلته.